اخوي سعود، وصفنا الاجواء اللي عندك والفعاليه او البطوله اللي انت متواجد فيها. امسي عليكم زملائي في الاستديو، وامسي على جميع متابعين تلفزيون قطر. طبعا حاليا متواجد في مجمع خليفه لبطوله التنس والاسكواش لتغطيه بطوله التنس للرجال المفتوحه المقامه عن طريق اكسن موبل، ومعاي محمد ابو خديجه راح يحدثنا اكثر بشكل عام عن هذا البطوله. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور اخوي. حدثنا عن هالبطوله واهدافها وكيف الاقبال عليها. والله الاقبال عليها الى الان بالنسبه لليوم الاول اقبال جيد جدا، ونحن في شركة اكسون موبل فخورون جدا بكوننا الراعي الرسمي للبطولة للسنة 24 على التوالي، ونعمل جاهدا مع الاتحاد القطري للتنس شركائنا بإنجاح هذه البطولة كل سنة وجعلها تحتل المراكز من المراكز العالية عالميا من خلال الأنشطة المتنوعة الموجودة عندنا في قرية الجمهور اللي تنظمها الاتحاد القطري للتنس وجناح شركة اكسون موبل. وأنا أدعو الجمهور الكريم من خلال كاميرتك أن يشاركنا بهذه الأنشطة والفعاليات الموجودة كل يوم، ويحضر المباريات ويشوف الأنشطة الموجودة والفعاليات في قرية الجمهور والفعاليات اللي عندنا هنا في شركة اكسون موبل. من الفعاليات اللي نقدمها هنا في شركتنا عندنا مثل ما تشوف الموتور سايكل سيميوليتر، يقدر الجمهور يجي ويسجل اسمه كل الأعمار، يجرب شلون يعني قيادة الدراجة الموتورسايكل. وفي عندنا بعد لعيبة يجون بشكل يومي، اليوم جونا يمكن 5 ولا 6 لعيبة يقابلون الجمهور ويوقعون لهم على الكور ويصورون معاهم، وفعاليات وأنشطة ثانية إن شاء الله نحاول نوفرها على مدار البطولة 6 أيام القادمة إن شاء الله. البطولة تعتبر بطولة عالمية؟ نعم، هذه البطولة بطولة عالمية، وأسماء متعددة من اللاعبين المشهورين يجون يشاركون هالبطولة كل سنة. وانتم كشركه اكسن موبل دائما يعني تحاولون الاعمار اللي استهدفتوها في هالبطوله؟ والله احنا ما عندنا عمر معين نستهدفه، يعني اليوم ما شاء الله عندنا اطفال واجد وشباب ورجال كبار بالعمر، يعني ما عندنا عمر معين نستهدفه في البطوله، نود الحضور من الجميع وكل الجمهور يجي ويشارك المباريات، يجي يحضر المباريات ويشارك ويشوف الانشطه اللي نقدمها. بس طبعا يعني هالبطوله بطوله التنس نسويها عشان يعني الشباب المهتم برياضه التنس، يعني احنا نوفر لهم يقابلون اللعيبه ويسولفون معاهم يصورون معاهم، يعني في احتكاك باللعيبه، فاي حد مهتم بالتنس يعني ما وده يضيع هالفرصه ويشارك ويستفيد منها ان شاء الله، ونخليهم يتشجعون على رياضه التنس، ومع الاتحاد القطري للتنس ان شاء الله نخلي الرياضه تقوم في قطر وتحتل مراكز عاليه عالميا. شنو ان شاء الله مشاريعكم المستقبليه؟ مشاريعنا المستقبليه ان شاء الله ان نستمر بكوننا الراعي الرسمي للبطوله مع الاتحاد القطري للتنس وانجاح هذه البطوله، ويعني ان شاء الله السنه الجايه بنزيد الفعاليات، كل مره نحاول نسوي شيء جديد، ونود الحضور يعني ودنا الحضور من الجميع ان شاء الله، الجمهور هو اللي ينجح هذه الفعاليات اللي احنا نسويها والبطوله، فودنا الجميع يشارك ويحضر ان شاء الله. يعطيك العافية محمد، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. إذا أعزائي المشاهدين، هذه دعوة لكم لحضور هذه الفعالية. أعتقد في فعاليات لجميع الأعمار متواجدة خارج الملعب، وأيضا في البطولة مستمرة راح تكون داخل الملعب في بوابة تذاكر، وهذه دعوة لكم عن طريق تلفزيون قطر. ونرجع لزملائي في الاستديو.